السلامة ومرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. كما تشوفوا اليوم مش نحضر مع بعضنا حويجة زمنية ترجع بينا لأيام زمان، تفكرني في أمي يرحمها كانت تطيبها في الفورمة فوق الغاز وبعد ترش عليها شوية لوز هكا مهروش. بنا باش نحكي لكم بصراحة، أبن من الكيك هذا أنا ما مريتش، سهل وبسيط، ريحته تفوح في الدار الكل، مكوناته بسات موجودين في كل دار. يلا نبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير. أول حاجة لهنا باش ناخذوا 4 كبات عظم، ساشي سكر فاني، كعبة ياغورت لهنا خذيتها القوم تاعها فاني، الحكة تاع الياغورت هذيك مانيش باش نطيشوها، هي اللي باش نكيلوا بها المكونات الكل. الحكة تاع الياغورت هذيك تاع باش ناخذوا بها 2 كيلات سكر، يعني حكتين سكر، باش ناخذوا بها كيلة زيت، زيت نباتي، نركضوا المكونات اللي حطيناها ملولين الكل مع بعضهم بالكدا. ما عندكش الباتور الكتريك تستعمل فوي، لهنا انا باش نسرع العمليه فيسا فيسا، دونك استعملت الباتور الكتريك. توا باش نزيدوا الفرينه، على كل كعب عظم كيلة فرينه، حكة يعني الياغورت نعبيوها بالفرينة، يعني 4 كعبات عظم 4 كيلات فرينة، سهلة وبسيطة. نستعملوا ديما كعبة الياغورت هاوكا، لا نستحقوا ميزان لا نستحقوا حتى شيء. توا باش نزيدو ساشي خميرة حلويات 10 غرامات، وهكا نكونوا كملنا مكوناتنا الكل. نخلطوا المكونات الكل بالكدا بالكدا، نحلوا الفرينه بالباهي، بالطبيعه لهنا حلينا الفرن تاعنا على 180 درجه من فوق من اللوطه، واذا كان عندك فورمه فوق الغاز نجم تحطها في الفورمه فوق الغاز، تدهنها بشوية زيت ولا شوية زبدة وتحط الخليط متاعك. لهنا عندي الفورمة هذه المدورة، حبيت نعملها هكا تراديسيونيل بالكدا، حطيت عليها البابي كويسون من اللوطة. إذا كان ما عندكم شتهن بالزيت ولا بالزبدة وكهوة معناها ما تقلقش، نحطوا فيها الخليط الكل، حطوها توا في الفرن لمدة 25 دقيقة 20 دقيقة انت والفرن تاعك، وريحتها تفوح في الدار ما شاء الله. الكيك هذا بالذات عنده بنة خاصة. خليته برد شوية، حطيته توا في الصحن، نحيوك البابي كويسون من اللوطة، كيما تشوفوا ما شاء الله جات تهبل سهله، ما بقى الحكايه الكل في الكل ما تشدش حتى 35 دقيقه، وترتحك هكا ايامات من فطور الصباح. سامبل ايغابيت، قصيت لكم مورسو باش نوريكم من داخل كيفاه جات ما شاء الله. كما تشوفوا نودكم ومن شهيكم هاكا. لهنا حبيتها كنزيد لها شويه شوكولا نشخشخها شويه، حبيت نذوق باش نوريكم من داخل كيفاه يقصوا المورسو. حاسين واقع قريب نكملها وانا نذوق لكم حاصل. ان شاء الله تكون عجبتكم فكرة اليوم. ما تنسيوش ابوني عشان يوتيوب، لايك على الفيديو، نستنى لي كومنتير نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل وصحة وبالشفاء.